يقول الحق جل جلاله في شأن هذا الكتاب العظيم الذي نحتفل بختمه في كل ما ختمناه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وهو الموصوف بالبركة، والبركة تتسع معانيها، وينال التالي للقرآن والمتدبر له والمعظم له والمحب له على قدر تعظيمه ومحبته للقرآن نصيبه وحظه من هذا الكتاب المبارك، من بركة القرآن الكريم. بركة القرآن الكريم تنال شغاف القلوب، بركة القرآن الكريم تمتد في الأرواح، بركة القرآن الكريم تسري إلى الأعضاء، بركة القرآن الكريم تمتد إلى الأهل والولد، بركة القرآن الكريم تتعلق بحقائق الإيمان وزيادته ونيل رضا الرحمن جل جلاله وتعالى في علا، وبركة القرآن الكريم تكون من خير الزاد للقاء رب العباد والوقوف بين يديه يوم المعاد. وبركة القرآن العظيم لا حصر لها ولا حد، كما قال في وصف هذه الآيات: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهو في حد ذاته مبارك، ولكن نيل هذه البركة بالوصفين الكريمين التدبر والتذكر وعلى قدر التعظيم والمحبة والإجلال. فالتدبر فريضة على عامة المؤمنين أن يتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، تأمل معانيها والامتثال للأوامر واجتناب للزواجر يتعلق بالتدبر. ثم على قدر حيازة الإنسان للب الذي هو العقل، والعقل الذي يزيده الله بالطاعة، هذا العقل الذي به يعي يحصل به التذكر، التذكر للحقائق وانكشاف الحجب بينه وبينما خبأ الله تعالى في روحه من السر والعلم والمعرفة وأخذ العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وليتذكر أولو الألباب، على قدر ما أوتوا من العقل في وعي الخطاب يحصل لهم تذكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتسع معنى التذكر باتساع اللب ونوره ومعرفة مضامين ومطويات معاني الإشارات والدلالات. والله يكرمنا وإياكم بنصيب وافر من بركة القرآن ومن تدبر القرآن ومن التذكر الذي يناله خواص أهل التبصر من أولي الألباب. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذلك نحتاج كلما تلون هذه السور في كل ختم أن نستفتح معاني فيها ودلالات وإشارات تضمنتها، غير ما قد حصلنا في الأسبوع الماضي وفي المرة الماضية. وفي كل سورة من هذه السور دلائل ومعاني ومعارف ولطائف وسر خطاب، سر خطاب من الرحمن إلينا عبر رسوله حبيبه الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفر حظنا من القرآن واجعلنا عندك من خواص أهله يا أكرم الأكرمين. فتوزعوا لقراءة هذه السور متدبرين متذكرين معظمين محبين، والله جعلنا من أهل الوصف الحسن في قراءة الكتاب في السر والعلن، حتى يجعلنا من أصحابه ومن أهله الذين هم أهل الله وخاصته.